طبعا هنحطها في الوحدة. طبعا هنحطها على البلاتفورم، ثم وين تلقاوش من يد ليك هنحطها حسب هنا. يعني بعد البلاتفورم، خاطر البلاتفورم تاخذ وقت، انتم باش تحطوا لنا الحاجات. ليه ليه يعني الكورة ده موجود من قبل، ما عندنا ما هوش حتى وقت موجود على البلاصة تهبط في البلاتفورم. طبعا نحط التوت سويت اوكي. واضح مشي. باهي اون فا كومونسي. باهي عندنا اون فيي دو دوز ان كي كونسول بور ان بروميي ايبيزود دو بيلونيفري دروات. مايا دوز ان جيت كوم بور اون بيلونيفري. دولور لامبير. فيفر. Ou brûlure mutationnelle, etc. Donc, c'est un tableau de, évident de pyélonéphrite. J'aime bien qu'on ait des signes digestifs comme les jeunes, la amine, tout ça. Quelle est votre conduite à tenir? Je connais Géo. Je désigne, voilà qui fait. نحبكم نخليكم توما فو انتراجيسي معناتها بور كو فو ريزوني، فهمت؟ كابش نجاوب وحدي نجم نجاوب وحدي راهو دريناج مسيو. دريناج دريناج نتاع شنو؟ شيما هكا شكون معايا توا؟ تسمع فيها؟ مسيو دريناج دي زيورين نقصد. وي شيما شيما باهي شيما. علاش دريناج؟ دريناج وقتاش نعملوه؟ مسيو معد بيولو نفريت نفريت اي دريناج نعملوه كي يبدا فما اون اوبستركسيون، معناتها وقت اللي يبدا فما ان اوبستاكل. هنا اسكو ليا ان اوبستاكل بس نشوف ما في ماشي انفكسيون معناتها ما في ماشي امتياز ذاك علاش نعمل علاش تقول الاتياز ما يعمرها عامين عليه باش تقول الاتياز ما لا سي فريكون الاتياز موجودين راهم راهم ما قلناش مش موجودين اما اسكو اول حاجه نلوجوا عليها احنا هكا لي باثولوجي ما يعمرها عامين هما لي الاتياز لا نشوفوا في ماشي انفكسيون الانفكسيون عندك انت بيلون افخيت الي كونفيرمي كلينيكمون واضح ولا بنيه جاتك فيفر دولور لامبير برولور ميكسيونيل بيوري دولور ابدومينال معناتها شك انت في اون اون بيلون افخيت ايغو باش نشوف الايتيولوجي نتاع ماما او سي بي يو بلاي 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 اوزالي تصور انت بنيه جيك حتى ولا جيت كنت قاعد في الزيرجونس نتاع البيدياتري مسيو انتيبيوتيك ولا نعمل بيلون ايتيولوجيك ولا نقولها اون ريتيرشي ان كالكول كي تو فا تريتي اول حاجه صح خليها كيك هكا ولا وي مسيو انتيبيوتيرابي ما باهي الانتيبيوتيرابي موجوده وقبل الانتيبيوتيرابي شنو نعمل بيلون شنو؟ بيلون انفكسيوز صح قبل ما تعمل حتى تعطي حتى انتيبيوتيك تاخو ان سي بي يو اي ايفونتويلمون دي زومون كولتور هكا ولا مش هكا؟ وي مسيو وي والله قلت لي سيستيت عند اون واحد عمرها 24 عام لبسنا عليها جات بغلور ميكسيونيل ودرا شنوا تعطي من غير حتى تعمل ليميت تعمل بوندليت يورينير وتعطيها انتيبيوتيك حتى شيء انسيستي جون في ما تستحق حتى شيء من هي عامين بيرونيفريت ايغو سي غراف راه راه بيرونيفريت ايغو عند اون في دو دوزون راهو سي غراف هذه نحبكم تفهموها سي با انودان دونك il faut faire un ECBU
اذا كان فوق 38 و demi و فريسون و تابلو هكا واحد فوق فيها زيمو كولتور او موا ان سي بي بعد تاع انتي بيوثيرابي بروبابيليست باهي هكا ولا مش هكا شكون مش موفق واضح مسير ضرب مسير جوست الكاكلينيك ما نشوفوش فيها رانا الكرون مش بارتاجي سامحني خاطر قاعد نثبت في ما هذاك هو راه دونك فوتر كونفيت ا تونير باش نعطيك شوفي تصوير شيماء Épisode depuis mon frit droit. Quelle est votre conduite à tenir? On a des propositions là. Le bichon en look. Thomas qui est fille de 2 ans, dit que l'on est frit aigu, tableau infectieux qui est grave. Vous recherchez quoi? Je n'ai pas de chat pour moi, M. Koffer. شكون يجاوب؟ لا نجو على مالادي كونجينيتال بيسك هي صغيرة مالفورماتيف اللي هي تطلع أوروبا كي معناتها كونجينيتال مالفورماتيف إقلال كونجينيتال هذا هو هذا هي الفغي بروبليم سي لي زيروباتي مالفورماتيف ولا كونجينيتال هذا مش نخاف وراه في التاريخ فهمتوا بحسب رايكم نطلبوا سكانير نطلبوا ولا ما نطلبوش وي علي سكانير جمله واحده لا مسيو انت ما با تعرف على شنو تلوج تطلب سكانير تطلب سكانير كانك مش تلوج على حاجه معينه حاجتك به simple surveillance clinique avec un ECBU de contrôle après traitement de cet épisode ما تعطي انتيبيوتيك وتقلها ميجي نعمل لك ECBU برا من بعد كونترول باهي نمشيو من بعد تو نشوف بروبوزي ان تريتمون انتيبيوثيرابي بروبابيليست Ensuite, adapter un antibiogramme. C'est-à-dire une savoir Oui. 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 Demander une échographie rénale à la recherche de signes en faveur de probables anomalies. Malformatives. Oui. Donc, je vais vous dire que vous avez un peu de temps pour le CPE, vous n'avez pas de jomakine, vous n'avez pas de temps. Vous avez un peu de temps. Vous n'avez pas de temps. دونك ملي نخافوا ملي معناتها لي زيروباتي مالفورماتيف او على الاقل نطلبوا لها ايكوغرافي حتى نشوفوا ليتا دي ران توكسيسيتي دي ران فماش انكوش رينال فماش ديلاتاسيون فهمت نيوروغرافي انترافينوز على ريشيرش دو روباتي مالفورماتيف نطلبوا في ايبيزود الاول هكا جاي في الابيزود الاول او موا نعملوا ان ايكوغرافي ما مش مطلوب منك تعمل يو في من دول. مش مش تعمل ايكو و بيان سور تاتي انتي بيوثيرابي بروبابيليست خليها شكل من بعد ادابتي باش نشوفوهم دونك كيما قلت لكم شكون عنده سؤال هنا حاب يسال شكون عندهم ميست مش فاهم حاجه نعطيوها يا اخي الانتيبيوتيك قبل ما نعملوا لها الانتيبيوغرام هو الانتيبيوغرام بيان سور بروبابيليست الانتيبيوغرام تعرف وقتاش باش يحضر ديجا انت باش تاخذ لي زيورين باش تعمل الكولتور هكا ولا ديجا هذوما لازم 48 72 اور وبعد الانتيبيوغرام معناتها تحب لك 4 ايام ولا قد ايه خليها انت دي 4 ايام بس خلاص كي يبدا الانتيبيوتيك اللي عطيتو لها معناها ضد جيرم مسيو هي معناها ينجم يكون ريزيستون شنو باش يفيد نبدلو من بعد اون ريكتيفي لو تيغ بعد نبدلو وما حتى مشكل
Normalement, on débute par un antibiotique à large spectre pour couvrir la bactérie. C'est ça, c'est un antibiotique à large spectre. Bah, on rectifie. On chauffe. باهي اما لازم تعطيها ما تخليهاش كيكا جيك 39 ولا قديه سخانه تخليها كيكا و تخيتي تاخذ البريليفمون تاعك بعد تبدا في نفس الكونتكست ان فيت كي يبدا عندك هو مثال عندها الانفيكسيون مثال بلوز مثال دو جيرم و دو جيرم تريتمون تاع واحده ريزيستون للاخرى يعني نعطيها انا دو جيرم اي وهي تكون معناتها الانتيبيوتيك اللي ريزيستون هذه يبدا سنسيبل للاخرى نجم نعطيها زوز ان ميم طون يعني نعطيها زوز او مثل زوز انتيبيوتيك وهما معناتها واحده تمشي للاخرى دو جيرم مع بعضهم انا جي غارمون في موجود اما سي غار واللي تعطي زوز دو زون اذا كان واحد برك ما يمشيش على الاخرين تعطي الزوز هكا يعني حتى ولا هو يكون ريزيستون للجرم الثاني ماذا بيك تلقى انتي انتيبيوتيك لهم الزوز ماذا بيك توش تلقى لهم الزوز اذا كان سيبالكا تولي تعطي زوز وكا اما ديما تلوش فماش واحد يمشي على اثنين فهمت ايه اما الحقيقه صغار ريت مش ما ريتش اما صغار après 5 mois du premier épisode La mère reconsulte pour la même symptomatologie. Ici, il y a 5 jours. Dawit, un petit toffle, mchette, alors, à la baisse, tout ça va. J'ai dit, je vais vous dire, Monsieur باش تعطيها انتيبيوتيك ولا اي بيان سور باش تعاود نفس الحكايه بيان كو الاكثريه يكون هو نفس الجيرم بيان كو اما مادامك انت معناتها تو لا بيان تريتي ما فماش علاش يرجع هو نورمالمون عملت انتيبيوغرام تو لا اجوستي وعطيت البريود نيسيسير Mais quand même, tu vas le traiter, Marocha, moi je te ralais à quelque. Ou t'es, je vais de CBU, mais je dis. Ou t'as tiré. Traitement antibiotique. Bé. Wakao, hasbraïkoum. Monsieur. Ouais. Monsieur, mais demain, maintenant, après 5 mois, ou de ton deuxième épisode, maintenant, l'échographie, un peu que les kakis n'ont pas fait le conduit à tenir, ma soeur, t'es chaque avalé. والله تعرف حاجة نوع الكوغرافي الزيروباتي مالفورماتيف راه مش ديما تطلع كل شيء فما دي باتولوجي تنجم تقعد لا برشا ما توريك حتى شيء سيختو في الكام تاع البنية هذية تنشوفو في الكام تاع هذية اللهم في دي ستات افانسي افانسي شوية مش ماهوش او ديبو فهمتوا مش ليكوغرافي زعما ديبروياج ما يوريكش كل شيء راه مي او ديبو انت تعملوا فماش حاجه ايفيدونت معناتها فهم شو نقصد كي ما تبداش حاجه ايفيدونت ولا افونسي شويه ولا في سارتين باثولوجي تنجم ما توريكش Bon, le retentissement sur le rein, les encoches, le volume du parenchyme, la dilatation, c'est ce qu'il y a. Mais il y a des uropathies aujourd'hui, mais il y a à des stades très avancés, et il y a des choses sur l'échographie. Je ne sais pas. Tu m'as dit que tu as un antibiotique adapté, ou tu as une période nécessaire, ou tu as un antibiogramme théâtre, ou tu as un طفلة عملت بيلونيفريت ايجو المرة الأولى سي غراف المرة هذه سي تخي غراف حسب رايكم فما مشكلة يا ان بروبليم ولا يا با وي مسيو لي زيروباتي لي ما نجمش نشوفو سي كو سيت في عندها تعمل ديما في دي زيبيزود دانفكسيون فيبريل هذا مش حتى دي سيستيت
B. هنا يظهر لي ان بيلون ايتيولوجيك على ريشيرش دون ايوروباتي مالفورماتيف سامبوزرا فماش ايبيزود لو تنجم تعمل ايكوغرافي وتشوف وتتريت ايبيزود ثاني فور ريشيرشي لا كوز وراهو بيلون فريت هنا مش حتى سيستيت فهمت شنو نقصدو C'est une pyélonéphrite. Maintenant, le parenchyme rénal, il est infecté par les urines. Non, je le scanne. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Dis-moi la première uropathie malformative. Mais c'est vrai, dans ce cas-là, quand l'échographie, je vais vous montrer ce que nous avons fait. Oui, monsieur. Quand les cas de l'échographie, ah, je vous dis comment c'est dit l'échographie, je fais. Deux reins de taille normale, deux parenchymes conservés, voie excrétrice fine, pas mahatché. L'échographie est tout à fait normale. Quand l'écho, raho, elle est opérateur dépendant. Vous qui m'avez dit comme sensibilité ou la spécificité, في certaines pathologies, راه هو مش في الكل نقص مش في كل شيء dans certaines pathologies elle est here les pathologies obstructives l'échographie توري برشا حاجات خاطر dilatation تظهر وفي l'appréciation تاع البارانشيم كي يبدا واحد هكا باهي ومهف يعمل ايكوغرافي نجم يشوف الزنكوش يشوف الفوليوم تاع البارانشيم هذاك الكل نجم يشوفه لهنا اللي نورمال ايكوغرافي عملتها فما حتى شيء ظهر شنو هي لا بروميير اوروباتي مالفورماتيف نخمو فيها هاي عاد كاستيون ديكزامان هادي يا جماعة شكون يجاوبني رقدتو خرجتو ريترو فيزيكال دخلك الكور الفلو ما قريتوش ظاهر فيكم ما قريتوش الكور جملة واحدة هو بالحق خمسة كورات ولا أربعة انتم عندكم عشية برشا واحد اليورو ديما يحطونا آخر حاجة ليه مش في خاطر اليورو لقيناه 300 جابون نستناو في البي دي اف نستناو في السبور بي دي اف شنو في السبور شنو سبور بي دي اف هكا موجود البي دي اف فماش بي دي اف مشو شنو فماش بي دي اف تاني انا الكورة كي بكري حبيت تشوفيه اللي شارجيته من البلاتفورم كيفاش فماش بي دي اف محطوطه في ديابوزيتيف 300 ديابو هذوك ها 300 ديابو هذوكم على الكور نورمالمون ما انا شنو هو الكور مكتوب عليه لي زيروباتي مالفورماتيف ولا رابش نخرج بيكم ماكم كونيكتين نتوما تو ما يتابعش تسير نقعد داخل البلاتفورم فما الفيرسيون الباوربوينت اللي فيها 300 ديابو ما فماش فيرسيون بي دي اف معناها داك شنو نقصد بي دي اف هذوك محطوطين ماهمش باوربوينت تسمع فيه ولا ماكمش تسمع فيه كي مع الميزون باج يا مسيو معناها مش على الفورما شنو الميزون باج تحبوا كور معناتها مكتوبه هذا عندكم منه اي مش دي ديابو هذا كاش يقصدوا مسيو هذا ولا الكور هذا اللي لقيتوه انتم هذا ولا اي اللي فيه لي ديابو هذا وي مسيو اي ذاك محطوط فيه ديجا محطوط فيه ما غير ما تقعدوا تقراوا فيه فورما كتاب وفيها درشنو وكذا ديجا هذه ريزومي راه احنا كان نوريكم شنو الكتاب اللي قرينا به كتاب فيه ما نعرفش قداش من باج وحالة حليلة كانوا تشوفوا احنا باش قرينا تتضحك ما نتفهم منها حتى شيء لا تفهم شنو تقرا لا تفهم شنو ما تقراش كله على بعضه
هذا ولا شنو تحب واخر فهمت؟ ما نحبو شيء مسيا. ما تحبو حتى شيء. دونك الفر موجود. تقولوا ليش من البي دي اف مش موجود والبي دي اس مش موجود والباوربوينت مش موجود. هذا هو الكور نتاعك. هذاك اللي رتوه تو فيه كل شيء ولارجومون ومنظم على قبل بالباهره. قولوا لي شنو اهم فما حاجات باش تقراهم اهم من حاجات. هذاك اوني بيان واحد مش كل شيء باش تقراه معناتها بال بالواحد خاطر فما حاجات اهم من حاجات. هكا نجمو نحكيو فيه. اما الكور راه موجود. باهي تسمع فيها؟ أي. ليقي شيخ. أي سي بون. هاكا ديابوزيتيف موجودة في ال في الواحد الديابو كيما قام صاحبك موجودين على في البلاتفورم. به. دونك لا بخوميييغ أوروباتي اللي لوج عليها هي لو غوفلو. لو غوفلو كيفاش نعرفو؟ قلتوا حتى شيء ما هذا راهو سيبوزي انا نعمل لكم في كار راهو بوغ كابيتولي راهو كان انا باش نعاود الكور الكل ما عملنا حتى شيء وقت ما نعملش كا وتو نحط لكم الكور ونبدا نعرض فيها عليكم راهو زايد معناتها هذا الكل زايد راهو بالحق نحكي معكم نرجع نعمل كور ماجسترال وصدقني ارتحت عندي لي ديابو نتاعي عندي الحاجات نتاعي نوريها لكم تك تك منا ومنا وكاو فات الحكايه اما غوفير لو كور وفير ان كاك كلينيك تولي برشا كيك كيفاش نطلعوا الرفلو شنو هو الرفلو ساعه اش نعاود لكم الكور كان في بالكم باش نعاود لكم كوره مش نعاود دو لورين مسيو نو دو لورين معناها غفلو نتاع لورين من من لورتير طالع الفوق وين للغا باساج ا كونت كورون دو لورين اي من الفيسي حتى كش لو تا باغي سا بو اتر لورتير سا بو اتر لورين دو او ديفو دو سيستيم انتي غفلو كيفاش نعرفو باش نطلعو ECR ايزوتوبيك ايزوتوبيك علاش مش راديولوجيك بالبرودوي كونتراست خاطر عندو بلو كون سنسيبيليتي كو راديولوجيك شكون عندو بلو كون سنسيبيليتي ليزوتوبيك منين جات عندو بلو كون سنسيبيليتي Non, je crois que j'ai plus grande sensibilité que le CR radiologique, donc les isotopiques plus sensibles. Pourquoi est-ce que j'ai enseignement qui est tâche? L'isotopique, on surveille, parce que je ne vais pas faire les rayons, je ne vais pas faire les rayons. Il y a des choses intermittentes. Une surveillance. C'est bon, déjà diagnostic posé. Une surveillance, on fait les formes frustes, intermittentes, mahomes d'aharine, pour. Khatri, je n'ai pas dit que l'isotope est موجود ou pas موجود. Mais elle a une très mauvaise configuration spatiale. Je n'ai pas de reflux. Je n'ai pas de radiologie. Je n'ai pas de grade 1, 2, 3, la morphologie, la rang, la charge de reflux. ترى شيء ترى فهمه ولا ما فهمش. donc c'est surtout dans les formes frustes intermittentes ou fait surveillance parce qu'on capte plus les rayons. mais on demande toujours une ECR radiologique. mais l'autre. هي تورينا الجراد وتورينا الديلاتاسيون وتورينا كل شيء. كوغرافي في وقت. سنتيغرافي رينال نعمله. ها؟ لا علاش ايه وعلاش لا
en fait scintigraphie là quand c'est bon حطينا اللي على الغفلو وقاعدين نحبوا نشوفوا لي غراد ولي ليزيون شنو ما بالضبط دونك نحن مازال ما حملناش الدياغنوستيك دونك لو سي راديولوجي سانيغرافي رينال من اللول زايده بعديك يعني ولا ايه من بعد تعمل الدياغنوستيك صح بعد تعمل دونك ان بيلون دو روتنتيسمون اللي هو فيه لو سي ار ايزوتوبيك فيه سانديغرافي رينال انتي بيرو بروفيلاكسي ما عنده حتى معنى جا انت ماكش عارف شنو هي الباثولوجي وشنو الواحد كونتاكت انتي بيرو بروفيلاكسي ما عندهاش من سنه او كان سونس يو سي ار تعملت المريضه هذه يوريتروسيستوغرافي ريتروغراد Il a montré l'aspect suivant. Chante qu'on fait les clichés. Peut-être un obstacle qui sera sorti par l'urtère supérieur, mais on est dans la rupture. Il y a une femme occlusion. Une produit de contraste traite ma la. في الورتير غوش مش واضح الكل يعني برودوي دو كونتراست ما تعدش نجم تكون فما ستيناس في الورتير غوش نبداو فين احنا عملنا يو سي طاش ما يو سي تعرف كيفاش نعملوه ولا ايه ما برودوي دو كونتراست من اللوطه احنا ماناش قاعدين ماشيين من الفوق للوطه ماشيين من اللوطه للفوق اسكو نورمالمون كي تعبي اليوريتر والفيسي اسكو لي زيورتير والران يبداو اوباسيفي ولا ما يبداوش اوباسيفي نورمالمون ما نشوفوش لي زيورتير صحي دونك فما مشكل هذا دو رفلو ماهوش مشكل دو ستينوز احنا ما عملناش يو اي في يوروغرافي انترافينوز البرودوي ما بداش بالران هو هابط بدا من اللوطة هو طالع دونك سي فو اللي قلتوه نورمالمون لي زيورتير ما راوهمش جملة واحدة ودو لا ديفينيسيون هذا دا غفلو هنا كرنا سألنا فما حاجة امبورطون Est-ce qu'il est actif ou elle est passive? Qu'est-ce que tu as? Actif, on demande à la patiente de faire pipi pendant la miction. Ou passif, à la phase de remplissage des urtères est abîmée. دونك شنو الكليشي هذا شو ورينا ها تو قلت لكم على كل شيء جاوبتونيش اكتيف اش عندنا فيه اكتيف اكتيف ولا باسيف ما نجمش تعرف لما نقول لك رومبليساج فاز دو ميكسيون ولا رومبليساج وقتها نتفهم رفلي اريتروفيزيكال دروا وكوش شبيه رفلي إيريترو فيزيكال يوريترو سا مش يوريترو يوريترو فيزيكال دروا و غوش لي دو زيرتي صحيت بيلاترال اكيد الستاد ادروات سي كال ستاد ادروات ستاد 3 اي ا غوش 1 ليه تري بيان ادروات ستاد 3 خاطر فما اوباسيفيكاسيون يورتير ديران هذه حاجة وفما اون ديلاتاسيون ديال الفورنيكس ولا شي سما لو بافون فيزيكال معناتها فما سامحني 3 لي 3 دونك عندنا لوختير في ران في اي اي سون ديلاتي لوختير والبيلون اي سون ديلاتي لول رفلو بارسيال او نيفو دوختير ثاني لوختير والران اما يقعدوا جواد ثالث فما اون ديلاتاسيون الرابع الفورنيكس ولا يسمى لو بافون لو فون دو كاليس الفورنيكس هذاك يبداو ديلاتي اون بول هكا كلها ديلاتي الخامس
معناتها الاختير الى تورتيو افات ان ران كي ديتروي معناتها سي ان ستاد خايب برشا دونك انا 3 1 شكون ما فهمش حد الان صافا فاهمين دونك 3 à droite 1 à gauche selon la classification Duquet somme internationale. نظر هما ستاد لول راك شفتو لوختيغ في الفيان بعد لوختيغ و البيلو كاليسيال سون ديلاتاسيون تالت افيك ديلاتاسيون موديغي الرابعة ملي بابي غاست ديلاتاسيون ريتروبي غاست ماركي لي بابي في الرابعة يوليو ديلاتي شفتهم بابي هما الاخرانيين بالكل اخر حاجة تراوها بعد لوختيغ و البيلون هاك الاخرانيين هذوك العواد عواد الاخرانيين نتاعهم Le 5, donc, dilatation importante, artère tortueux, calice en boule. Et... C'est quoi votre conduite à tenir, Théo? Mais il y a un reflux grade 3 à droite, grade 1 à gauche. On a 2 ans. On a 2 épisodes d'infection. Une antibiothérapie prophylactique. Pas de surveillance. قول انت نعطيها انتيبيوتيك بروفيلاكتيك هكا نعطيها انتيبيوتيك بروفيلاكتيك وي سي اون اتيتيود راهو هذيا تعرفش علاش نعملو كيك نشوف من بعد تصيرش انفكسيون اورينير ها خاطر هي باش نشوف هي بقاش ريزوليسيون تاع الريفلو نسألكم حاجة لجنكسيون بيلو يوريتيرال راهي تولي متغيف ساعات نسنة وحتى كش on peut attendre jusqu'à 2 ans يقول لك وقت تولي فما ماتوراسيون بتاع سيستم انتي رفلو وساعات نوصلوا حتى ل 5 ans bien que les chances à 5 ans sont très minimes mais نجمو نوصلوا ل 5 سنين دونك احنا شنعملوا نعطيو الانتيبيوتيك pour prévenir les épisodes infectieux et les nejmouir kokelwa en attendant en espérant la maturation du système anti-reflux comme ça c'est dans cette perspective là on a dit l'antibiotique donc c'est une attitude qui est valable et valide mais que pour les bas grades 1 2, 3, 4 ou 5 les. 4 ou 5. Il faut d'emblée. Traitement spécifique. Traitement chirurgical. Pour que la table d'associer à une anomalie malformative, rend les chances de régression spontanée sont très rares. Kima chnawa. Kima duplicité. Zos urtère. Généralement, l'urtère refluent. هو لو اللي جاي من البيلون انفيريور معناتها اللي يمشي هو البيلون انفيريور اللي تصابوش الفوق والبيلون سوبيريور تصابو سور لوطا البيلون انفيريور كيف دي رفليون في الدوبليسيتي راهو زايد فو اوبيري كيف دي سكون ابيل ان رفلو انتري رينال معناتها فما في وسط الران هو بيدو في البارونشيم فما رفلو كيف كيف دون سي كالا il faut d'emblée opérer Il y a de 1, 2, 3, haka, kima, haka, on peut surveiller. Donc, surveillance simple de la patiente par un examen clinique et nous CBU tous les 6 mois, il faut une antibioprophylaxie. Un traitement chirurgical, 1, 2, 3, 2 ans, on peut encore attendre.
la maturation. Proposer les règles hygiénodiététiques. Oui. Éviter bonne boisson, éviter la constipation, boisson abondante pour l'âge, des mixtions fréquentes et complètes. Traitement endoscopique. Un traitement endoscopique qui est chirurgical. Enfin, moi je kiffe. C'est le même but de réparer la jonction urétéro-vésicale, mais autre technique, chirurgie, on crée un nouveau trajet. Ça m'a parlé des techniques dans le savoir, comme l'âme, le trajet sous muqueux, le trajet sous muqueux, تحت الميكوز هو الحكمة الكل اللي هو فيه باش ما يرجعش باش المزيولين ما يرجعوش اندوسكوبي تنحطو دي سبستانس في المياه باش يتسكر شوية المياه باش ما يرجعش المزيولين ما يرجعوش الفوق اندوسكوبي كمان زادة كيما الشيرجي مش وقته مجول دونك هذو كنا قلنا عليهم هذا باهي التابلو ريكابيتولاتيف انا وريتكم 1 و 3 انت البيو بروفيلاكسي جوسكا 1 3 زون نص حتى 3 سنين اذا كان باقي تعمل في زانفيكسيون ولا اذا كان الرفلو باقي موجود وقتها نرجعوا للامبلونتاسيون تات خي سان امبلونتاسيون لي مالفورماسيون دونك سي امبلونتاسيون فما سكون ابل لو رفلو سكوندير secondaire شنو hyperpression généralement vésicale ça le vessie ne se vide pas ou عندها un obstacle ou elle a عندها un muscle neurologique donc les urines يعملوا هكا يشرجوا الفوق il faut traiter la cause et non le reflux qui est la conséquence de cette phénomène comme un obstacle neurologique responsable d'un reflux il faut traiter cet obstacle neurologique, là, je dis synergie psychosomatérienne, ou la vessie neurologique, ou la lio. On peut traiter, dès qu'on a pas de reflux, on peut traiter. Pour le suivi ultérieur de la patiente. Justement, les réponses internes. Une réimplantation urétéro-vésicale doit être proposée en cas de persistance des épisodes infectieux. Je connais moi ferme. Oui. Oui, bien sûr. Quand on a évoqué un bercetam qui est infection, il faut donc il faut faire une réimplantation au niveau de traitement. Un traitement endoscopique peut être proposé lorsqu'un traitement chirurgical est indiqué. Oui. Ah oui. Oui, le traitement endoscopique là aussi ma chirurgie, mais c'est un traitement qui m'en colle mini invasif. Malgré ma nocadon, on pèle chirurgicalement l'endoscopie, notre cystoscope. Si j'ai dit d'être le si on peut injecter fiostenia un traitement donc l'intention de l'endoscopie. Hein? L'intention d'où la maladie fait traitement endoscopique, ben la maladie traitement chirurgical. Voilà, enti ou les équipes, là où des flux, tu as par exemple le ventris, des flux, on cherche des produits. Ils doivent être stériles, ne migrent pas, il y a pas de radicaux, n'induit pas des phénomènes inflammatoires, ne se désintègre pas dans le temps, laisse-moi une certaine caractéristique. واحد ventris, تقريبا مليون شوية, بكمل لك شو. لازم ملايين ونص 3 ملايين مش موجود معناتها ماني با بخي جون شارج وجيو جينيرالمون يتكمانداو من برا تحب لك حكايه 2 ملايين مش موجود دونك سي بور سا اغلبيه لي زيكيب يعملوا تريتمون شيروجيكال لما فما برشا ايكيب يعملوا تريتمون اندوسكوبي فهمت تو شنو الحكايه وي اما في الكاتر والسانك لا فو ميو فير ان تريتمون شيرجيكال 1 2 3 اون بو اكسبتي ان تريتمون اندوسكوبيك في الكاتر والسانك لا فو ميو فير ان تريتمون شيرجيكال فهمتوا دونك سا ديبون دو غراد بور ليو غراد لازم شيرجيكال الاخر اون بو فير لي دو اي سا ديبون زاد سور لو بلان ايكونوميك عندهم شري ولا خاطر ما سبيتار ما يجيبش وني با بري اون شارج باغ لا كيس ناسيون معناتها باغ لا فيتنام سيكوريتي سوسيال بي لو سيير ايزوتوبيك اي لو ميور مويان دو سورفيونس دو لا بيرسيستانس دو ريفلو
Oui. Oui, bien sûr. واحد الحاجة اللي يصير بيان في سيرة ذات الطبيب. ولا تلاش مجاورة. Mais après l'âge de 5 ans, les chances de disparition spontanée du reflux sont faibles. Oui. Oui. Bah, 35 ans, ça y est. Déjà à 5 ans, les chances sont très faibles. La scintigraphie rénale n'est plus indiquée après un traitement chirurgical. Non. صحيح ولا غلط؟ في بالي غلط. يفو في السنتيغرافي راهو، ايش نشوف الران قاعد يتبر ولا؟ فو لو سويفغ احسن حاجة هي السنتيغرافي رينال. تقول لك الفونكسيون تاع الران باهية ولا مش باهية ولا قاعدة خاطر راهو فما نفروباتي دو رفلو راهو. كي سانستال حتى لو كان أنت تصلح الرفلو، حتى لو كان ما عادش فما ديزانفكسيون، حتى لو كان الزيورين ما يرجعوش. كي سانستال سات نفروباتي انترستيسيال. Elle évolue pour son propre compte. Femme taille, elle est rare, il faut dire que c'est le cas de la main qui met en le chef. Femme toi. Donc, c'est le cas qui m'a fait. Et le cas, je vais vous dire. الأهم اللي ديجا هما اللي بلو غراف و اللي بلو فريكونت هما اللي بلو والجونكسيون الأخرين أكونيتر تعرفوهم تعرفو شنو ما هما ديفوزيون شنو هما دو روتاسيون شنو هما أو موا تعرفوهم شنو هما الحاجات لي كومبليكاسيون غراف نتاعهم أما الدروس المهمين هما الرفلو والوحدة. رفلو شنو ها؟ رفلو شنو هو الكرات المهمين؟ جونكسيون. مسيو برا ما فهمش ريزومي أقل من 300 معناها ريزومي آخر. باهي ريزومي آخر شنو نقول لكم؟ حتى كش اللي بعد الرفلو آخر كله مش مهم. ديجا أنا نقصت عليكم. كيفاش مسيو؟ اللي بعد الرفلو كله مش مهم. باه مسيو عايش. اللي توصل للرفلو سافا الاخر كله ما عادش عندكم. باهي. اللي قاعد يرتير ما عادش راوه برشا وعباره جونكسيون باس معناها. كيما جونكسيون في اليوريترال زاد في النيفو دو جونكسيون لو ميغا يرتير كيف كيف زاد ما بالعكس بين اليوريتير والفيسي. عصير الاخرى الاخرانيين كلهم هذوك ما مهمش حاجات توصلوا حداكش الميغايورتير شويه هكا والاخرين اكونيتر ديفيزيون تعرفهم شنو هما هكا دو روتاسيون دو فيزيون دو نومبر ما تعرفهم مش حاجات صعبه ما كومش باش تحفظوا دي فالور ودي درا شنو هما نقول لكم شنو هو دو فوليوم انومالي ولا دو فيزيون شنو ولا دو روتاسيون ولا لي روتاسيون اسكو سون غراف يعطي وهكا فهمت حاجات جات كيما هكا مش ندخل لكم في ديتاي راه لي ديتاي مش موجودين ما نسالوش على ديتاي نسالو كان على حاجات المهمين واللي لازم يتفهم باهي واضح مسيو التا كلينيك هذا تنحاول نهبط شويه للفينيات هذه تنحط باهي باهي ميرسي مسيو يعطيكم الصحة